أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها ظروف تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا السياق. تكللت مسيرة الميليشيا الحوثية بسقوط صنعاء في 21 من سبتمبر 2014 بدعم كبير من القوات التابعة للمخلوع صالح وبمساندة من الشبكة الناعمة للانقلاب من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين تواطأ الكثير منهم في جريمة إسقاط الدولة، ووجد الآلاف أنفسهم جراء هذه الجريمة مهددين في حياتهم وأرزاقهم وهوياتهم كذلك، ومورس ضد اليمنيين كل أنواع الانتهاكات من قتل واختطاف وتعذيب وتشريد وقطع لأرزاقهم وغيرها من الانتهاكات. وقبل كل هذه الجرائم فقد اليمنيون الدولة وما تقتضيه من منظومة مبادئ وخدمات، ويعاني ضحايا هذه الانتهاكات من تجاهل واستغلال من العديد من نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بسبب ازدواجية القيم والمبادئ الإنسانية والحقوقية في التعاطي مع الانتهاكات. بالمقابل هناك آليات مختلفة للعدالة، من ضمنها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي أنشئت بموجب قرار جمهوري في 7 سبتمبر من العام 2012 للنظر في مختلف الجرائم والانتهاكات منذ العام 2011. وقبل أيام جدد مجلس حقوق الإنسان بجنيف دعمه لهذه اللجنة لممارسة عملها لسنة إضافية، لكن البعض اعتبر دعم اللجنة الوطنية كبديل للجنة دولية لتقصي الحقائق لن يكون مجديا أو منصفا، وإنه يخالف معايير النزاهة ويضيع حقوق الضحايا المدنيين. إذن حول أداء وجدوى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودواعي الاعتراض عليها سيكون نقاشنا لهذه الليلة مع ضيفية من تعز، عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المحامية أشراق المقطري، ومن مرسيليا الباحث في القانون الدولي فؤاد عامر. أرحب بكما ضيفية الكريمين، وبداية أتقدم بالعزاء لكما ولجميع اليمنيين في استشهاد البطل عبد الرب الشدادي قبل لحظات. السؤال المشترك لكما بداية، هل تعتقدان بأنه من الجدوى بالنسبة للضحايا المدنيين تشكيل لجان وطنية وآلية وطنية أم لجان دولية؟ البداية معك أستاذ فؤاد. نعم، في بداية شكرا على الاستضافة، ونقدم خالص عزائنا بهذا المصاب الذي أصاب الأمة اليمنية اليوم. فيما يتعلق بالسؤال، نتساءل بداية حول ما هو الهدف من إنشاء لجان سواء كانت وطنية أو لجان دولية. الهدف من إنشاء هذه اللجان هو عندما يكون هناك عناصر الاختلاف، هناك اختلاف في تقييم عناصر معينة في أثناء النزاعات المسلحة، يتم اللجوء إلى هذه اللجان من أجل تقصي الحقائق وإجلاءها بشكل أفضل، لأنه في الوقت الحاضر الذي يحصل الآن هو هناك اتهامات متبادلة من جميع الأطراف فيما يتعلق بسيرورة بالجرائم التي تحصل من عام 2011 وحتى اليوم. هناك اختلاف حول توصيف الجريمة التي تحصل، الجرائم التي حصلت من عام 2011 وحتى اليوم، سواء تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتي بدأت من عام 2011 إلى بداية مارس 2015، أو المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والتي بدأت منذ انطلاق الحرب في بداية الحرب في مارس 2015. إذا لا، في كل محطة من المجازر ومن الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية كنا نجد هناك محاولة لتمييع الحقيقة. نعم، إذا أنت أستاذ فؤاد يعني أفهم من كلامك بأنك بالمجمل مع الآلية الدولية للتحقيق في الانتهاكات حقوق الإنسان. سوف أكتفي بهذه الإجابة وأنتقل بالسؤال ذاته للأستاذ أشراق المقطري. تفضل أستاذ أشراق. نعم عزيزتي، في اعتقادي بأن مسألة الآليات بشكل عام، الآليات العامة لحماية حقوق الإنسان، هي تبدأ في المستوى الأساسي والمستوى الأقرب للميدان، وهي ما تسمى الآليات الوطنية
لتكون عادة ما تكون هي الآلية المقدمة الحماية لحقوق الإنسان، سواء كان في ظل سلم أو في ظل حرب. وربما المدعاة والضرورة تظهر بشكل أكبر أثناء الحرب، كون هذه الآليات الوطنية هي الأقرب إلى الميدان، وهي التي باستطاعتها إعطاء توصيف ووصول أيضاً للضحايا والانتهاكات وتوصيفها بشكل أقرب. بالتالي فالآليات بشكل عام، آليات الحماية سواء وطنية أو إقليمية أو دولية، هي آليات تكاملية. لكن كما ذكرت البداية، عادة ما تكون في الآلية الوطنية التي كما ذكرت لديها قدرة على الوصول إلى الأرض، لديها قدرة الوصول على الضحايا، لديها قدرة على تحليل الواقع الضحايا ومساحة الانتهاكات بشكل أكثر اتزانا وأكثر منطقا. فلهذا أنا ليس هو اعتراض على مسألة الآليات الدولية، بالعكس كما ذكرت هي آليات كلها تكاملية وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وهي كما ذكرت محاولة إلى فتح قنوات للضحايا بمعرفة طريقة الحصول على الحق وصولا إلى مسألة الإنصاف الكامل. نعم، حول التفاصيل أداء اللجنة الوطنية والآليات الوطنية والدولية بشكل عام سوف يكون نقاشنا بعد هذا الفاصل. أشكركما ضيفي الكريمين، سوف يتم النقاش حول التفاصيل بعد فاصل قصير. نعود لكم أعزائي المشاهدين. عودة إليكم أعزائي المشاهدين وضيفي الكريمين من تعز ومن فرنسا، ونعتذر لأعزائي المشاهدين لتأثرنا في بداية الحلقة، لأننا قبل الدخول إلى الاستوديو تلقينا نبأ استشهاد البطل عبد الرب الشدادي. بالعودة إليك أستاذة إشراق، أو بالأصح عودة إلى الأستاذ فؤاد، يمكنك الآن أن تفسر لنا وتبرر لنا موقفك بشأن اللجنة الوطنية. لماذا تشكك في إمكانية عملها بمنتهى الحيادية والمهنية في الداخل؟ نعم، بداية أتفق مع الأستاذ أشرق فيما يتعلق بالاختصاص التكميلي. هناك في سياق العمل الدولي فيما يتعلق بالنزاعات إجمالا وفي انتهاكات حقوق الإنسان، يكون هناك في اختصاص وطني. إذا تم هذا ممارسة هذا الاختصاص من تحقيق ومحاسبة ورد الحقوق للضحايا والاعتراف بالجرائم، في هذه الحالة تكون الاختصاص الدولي لا حاجة له، والاختصاص الدولي هو مجرد اختصاص تكميلي. لكن تعالوا إلى الحالة في بلداننا العربية وفي بلدان العالم الثالث إجمالا، نحن بحاجة إلى اللجان الدولية لأسباب كثيرة جدا، لعدم وجود ضمانات النزاهة الكافية فيما يتعلق بممارسة العمل. كيف لي الآن نظريا، كيف إذا قام الحوثي الآن بإنشاء مثلا الطرف الآخر بإنشاء لجنة للتحقيق بهذه الجرائم، لماذا افترض مصداقية اللجنة؟ الآن الحكومة الشرعية هي طرف في النزاع، وليس من معايير النزاهة الكاملة أي إجسام سيقول سيطعن في نزاهتها لأنها مشكلة من الطرف الآخر. شيء آخر، لماذا لجنة دولية؟ الضمانات هنا أكثر من ناحية النزاهة كما قلنا. أيضا اللجان الدولية على مستوى الموظفين تكون لديها كثير من الخبرات الدولية من خبراء كانوا قد اندرجوا سابقا في سياق عمليات تحقيق دولية في أفريقيا، في لذلك لديهم كثير من العناصر الفنية والقدرات من أجل البحث عن العناصر الأساسية لتحديد الصراع. سأقول لك نعم أستاذ فؤاد، يعني ألا تعتقد بأنك عندما تتحدث عن أطراف نزاع وأنت تتحدث هنا عن طرف دولة وطرف متمردين أو انقلابيين، أن هذا منطقيا وقانونيا وأنت رجل يعني ضليع في القانون أمر غير منطقي؟ أترك الإجابة وتوضيح هذه الجزئية للأستاذة إشراق المقطري. يعني كيف يمكن أن توضحي مسألة المركز القانوني لأطراف الصراع في أي مشهد، يعني عندما تكون أحد طرفيها دولة والآخر ميليشيات مسلحة؟ عزيزتي، ربما كثير من حديث الدكتور في فرنسا لم يكن واضحا بالنسبة لي بحكم الصوت، لكن سواء المنهجية أو الرؤية التي تراها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي الرؤية القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وصف الوضع والنزاع الموجود في اليمن. القضية هي ليست منظار لا سيما في قانون الحرب منظار من هم المسؤولين
المسؤولين أو الأطراف، القضية ينظر إليها إلى نظرة إلى الضحايا بشكل أكبر وبشكل رئيسي. الضحايا طالما هما مدنيين بعيدين عن النزاع ولم يكونوا لهم خيار بتدخل في هذه الحرب، وبالتالي تنظر اللجنة أو أي آلية سواء وطنية أو دولية إلى مركز الضحايا أكثر من مركز الأطراف. بالتالي أيا كان الطرفين دولة وميليشيات مسلحة أو جماعات مسلحة خارجة عن نطاق القانون أو سيطرت على مؤسسة دولة أو غيرها، كلا الأطراف ملزمين بحماية حقوق المدنيين واحترامهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. هذا المنظور الأساسي ينظر له إليه كافة الآليات كما ذكرت، الوطنية والإقليمية والدولية. طيب إذا كان الأمر كذلك أستاذ أشرف، نعم اللجنة الوطنية، نعم أستاذ أشرف، إذا كان الأمر كذلك لماذا إذن لم يتم الذهاب إلى خيار اللجنة الدولية طالما أن مركز أو مركز محور هذه الرؤية يدور حول الضحايا وليس حول الأطراف؟ عزيزتي ربما هناك كما ذكرت يعني يوجد نوع من التدني الوعي لمفهوم الآلية الوطنية وماهيتها. ربما الحديث الأكثر أو الشائع عادة لدى المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بأن الأفضل أو الأكثر جدية هي مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية. يوجد كثير من المعيار اللي ذكره له مسألة اللي هي النزاهة أو ما إلى ذلك أو الشفافية، لكن لو عدنا إلى التجارب الأرض وما هي فعلا تحقيق المردود الذي وصل إليه الضحايا، وهل بالفعل تم حصول مثل هذه أو أقصد هل كانت هذه التجارب بالفعل ناجحة أم لا، هذا المقياس ربما يعطيه النتائج اللي حصلت في اللجان السابقة الأخرى. نعم. بالتالي مسألة النزاهة ومسألة الحيادية أيضا لن تكون بعيدة عن اللجان الوطنية أو عفوا المؤسسات الوطنية بشكل عام، أيا كانت مؤسسة وطنية سواء مؤسسة وطنية دائمة أو مؤسسة وطنية مؤقتة. لا أعتقد أن مثل هذا المبرر سيكون هو فقط المدخل للمطالبة بلجنة تحقيق دولية. نعم. كما ذكرت لأنه نفس المعايير نفس المبادئ التي يجب أن تعمل بها اللجنة الوطنية هي نفس المبادئ التي ستقوم بها لجنة دولية، مع الفارق كما ذكرت بأن اللجنة الوطنية لديها فرصة وآلية في الوصول وأقرب، ولديها قدرة أيضا كما ذكرت على تخطي الكثير من الحواجز بعكس اللجنة الدولية لديها ربما عادة وسائل أو محددات حماية روتينية ومعقدة. نعم، إذن تحركات اللجان الوطنية وأدائها لن يقل نزاهة وحيادية ومهنية عن المنظم عن الآليات الدولية أستاذ فؤاد، بل أن اللجان الدولية التي شكلت خلال الفترة الماضية سواء في سوريا أو ليبيا كما أشارت الأستاذ إشراق يعني أو يعني في أكثر من جهة لم تحقق أي نجاح، بمقابل أن اللجنة الوطنية خلال العام الماضي حققت نسبة نجاح تجاوز 40%. لماذا إذن الانحياز لهذا الخيار؟ بالنسبة للجنة الوطنية إلى الآن ما الذي أسهمت فيه وما الذي فعلت؟ هل اللجنة الوطنية، أريد أن أضرب مثال الآن، لدينا الجريمة التي حصلت الأسبوع قبل يومين أو ثلاثة أيام في داخل برباشا، اللجنة الوطنية هذه التي موجودة مثلا أحد عناصرها أو مجموعة منهم إذا وجدت الآن في داخل تعز، هل تستطيع اللجنة مثلا البحث في العناصر المادية والذهاب والتحقيق لمصدر إطلاق النيران الذين وجدوا مثلا في الهشمة؟ تقوم باستجواب هؤلاء الذين قاموا بإطلاق النار، تقوم بعمل تحقيق من أي جهة أتت العناصر المادية؟ هناك عدم إمكانية فنية الآن، لن يقبل الطرف الآخر أي محاولات للقيام بالتحقيق لأنه في الأخير تصنيفه هو كطرف. هل تستطيع اللجنة الوطنية الآن الذهاب في معركة الباب يعني أيضا في الحادثة التي حصلت في الباب الكبير في داخل في داخل في داخل تعز قبل شهرين، يعني حين أطلقت نيران إلى الباب الكبير وسببت مجزرة كبيرة، من جهة كان الحوثيين يقولون أن هناك عناصر محسوبة على تيار سياسي معين هي التي أطلقت بغرض تحميل الطرف الآخر، والاتهامات التي من قبل اللجنة الجهة الحكومية والطرف الآخر يحملون الحوثي. إذا ما دمنا مختلفين، الحالة والآلية المناسبة في هذا الوقت في هذه الحالة هي أن تكون هناك لجنة دولية. أريد أن أعود إلى موضوع الصراع السياسي التي تحدثت عنه والمراكز القانونية. المراكز القانونية تم حسمها ابتداء بالقرار 2216. القرار 2216 المجتمع الدولي احترم لم يتخلى عن التزاماته باتجاه الشعب اليمني، قام بإصدار القرار 2216 حدد من هو الطرف الشرعي ومن هو الطرف الانقلابي. أنا أتحدث الآن عن ملف حقوقي.
أنا أتحدث الآن عن ملف يتعلق بالضحايا يجب ألا يسياس. من المستحيل طبعا أن يكون هناك عدم تسييس كامل لهذا الملف الحقوقي، نعم، لكن نحاول قدر الاستطاعة أن نأخذ يد أن نبعد يدنا جميع أن تبعد جميع الأطراف يدها عن هذا الملف عن هذا الملف الحقوقي. نعم أستاذ فؤاد، ولكن يعني إذا كان هذا هو منطقك فهذا يعزز فكرة دعم اللجنة الوطنية باستشارات وخبرات دولية، خاصة وأنت تتحدث عن تراكم لقرارات دولية سابقة تعزز مركز القانوني للدولة وتحدث عنها كطرف دولة. يعني تدويل ملف حقوق الإنسان يعني بأن هناك أطراف غير واضحة أو أن هناك جماعات مسلحة على الأرض تتقاتل ليس بينها الدولة. يعني أستاذ إشراق المقطري، هو الأستاذ فؤاد طرح أيضا أمثلة محددة، تحدث عن مجزرة الباب الكبير ومجزرة بير باشا قبل أيام، ما الذي فعلته اللجنة الوطنية في هذا الشأن؟ وهي فرصة أيضا لنسألكم ما هي الأنشطة والرز والتوثيق الذي قمتم به خلال العام الماضي؟ شكرا لك أسوان، وشكرا للأستاذ فؤاد لأنه ربما أعطى أمثلة حية بالفعل كانت مؤلمة. وأتمنى بأن يطلع الأستاذ فؤاد وغيره من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على تقرير اللجنة الوطنية الدوري الأول أو الأولي. هذا التقرير أشار لواقعة الباب الكبير، وبالفعل هي ربما كان أول نزول مباشر للجنة التحقيق بشكل كبير هي لمنطقة الباب الكبير، وتم القيام بعمل التحقيق بشكل مهني ووفق معايير أيضا المعايير المعتمدة. تم الاعتماد على خبراء عسكريين، تم أيضا الجلوس مع الشهود والضحايا والمبلغين، أيضا تم الاستعانة بتقارير المنظمات الحكومية غير دولية إضافة إلى تقارير منظمات المجتمع المدني. نفس هذا الحال ربما يعني كان مناسبا أن أتحدث هذه اليوم، إن نحن الآن في أعضاء اللجنة في محافظة تعز النزول كان من أجل التحقيق في واقعة استهداف المدنيين في منطقة بير باشا، ذلك السوق الحي المكتظ بالحياة وبالباعة والمتجولين الذي ذهب ضحيته قرابة 6 قتلى من الأطفال إضافة إلى 4 آخرين وجرحى أيضا قرابة 18 جريح آخر. اليوم كنا في منطقة بير باشا وبالفعل بدأنا عملية التحقيق التي بدأت من قبل الراصدين، لدينا محامين راصدين 4 محامين في محافظة تعز إضافة إلى محققين من أعضاء النيابة الذين يمارسون عملية التحقيق وفق قانون الإجراءات الجزائية اليمني وفق أيضا المواثيق الدولية التي مصادق عليها الجمهورية اليمنية إضافة إلى مبادئ التحقيق العاملة في مجال في عملية التحقيق وتقصص الحقائق الدولية. وهذا يجب أن يعرفه العالم بأن ربما الجهة الوحيدة التي نزلت مباشرة أثناء وقوع الحادثة ونزلت أثناء نزل راصديها وموظفيها إلى المستشفيات وإلى موقع الحدث تم إكماله هذه اليوم بعملية التحقيق المباشر والاستعانة بقرابة 3 من الخبراء العسكريين هذا اليوم، أيضا خبراء في نزع الألغام من البرنامج الوطني لنزع الألغام إضافة كما ذكرت إلى الاستماع للغالبية. الطريقة الأخرى التي ذكرها الأستاذ فؤاد بأنه لا نكتفي فقط بالاستماع إلى الضحايا والأطراف الذين كانوا حاضرين والذين حددوا بالفعل مناطق النزول وبعد هذه المنطقة عن أكبر موقع عسكري أو أقرب موقع عسكري لهذه الواقعة، إنما أيضا نقوم بعملية مخاطبات ومكاتبات للجهة التي يدعى بأنها قامت بهذا الارتكاب، وبالتالي لا نكتفي فقط بعملية التحقق والاستماع من طرف بالرغم من أن الشهود عادة لا يكونوا طرف. نحاول قدر الإمكان بأن يتم عملية التنوع أو التنويع، يتم تم النزول إلى المستشفيات، مستشفى الروضة، مستشفى البريهي، مستشفى أيضا الثورة، والاستماع إلى الأطباء لوصف الحالات التي وصل إليها أو حالة الضحايا عند وصولهم ونوعية الإصابة، لربط عملية وجهة النظر العسكرية والخبرة العسكرية مع وجهة النظر أيضا الطبية وتقييم الحالة وتحديد نوعية بالفعل المقذوف ونوعية الضرر، وأيضا لتحليل الهدف والمبرر الحقيقي الذي قام فيه الجهة المعتدية أو الجهة المنتهكة، وبأنها بالفعل لم يكن لديها هدف عسكري ولم يكن متواجد فيها نقطة عسكرية وكانت تبعد يعني ربما تصل إلى الكيلومترات المسافة. وبالتالي هنا يأتي بعد ذلك عملية التحليل وإعطاء وصف قانوني حقيقي كما ذكرت وفق قانون الدولة الإنسانية، وبأن مثل هذه الجهات لم تلتزم بمعايير التمييز وبمعايير أيضا معايير الضرورة العسكرية ومسألة التناسب.
طيب أستاذ شرق، هذا فيما يتعلق بالمناطق التي استطعتم أن تتحركوا في إطارها مثل محافظة تعز وهي تحت سيطرة المقاومة يعني والجيش الوطني بنسبة كبيرة، ماذا عن المناطق التي لا تستطيعون الذهاب إليها وتحديدا المناطق التي تقع تحت سلطة الميليشيا وهي ترفض ابتداء هذه اللجنة الوطنية وترفض وتتعامل معها كخصم، يعني كيف يمكنكم أن تصلوا إليها وترصدوا الانتهاكات فيها كصنعاء وصعدة وحقة وغيرها؟ جميل. كما ذكرت اللجنة الوطنية استخدمت أو لديها أساليب عدة في مسألة الوصول، وربما هذا ما يميز اللجنة الوطنية عن اللجان الدولية التي من الممكن كانت أن تظل خارج البلد وتعتمد أيضا على أطراف غير مباشرة من اليمنيين الذين لا تعرفهم ولا تعرف مستوى قراءتهم لهذا الواقع. لدينا راصدين في كل المحافظات اليمنية من المحامين والقانونيين والذين لديهم خبرة بالرصد وتم تأهيلهم وتدريبهم عبر اللجنة وعبر أيضا مؤسسات ومنظمات تم التعاقد معها ومنها أيضا مفوضية. هؤلاء المحامين والراصدين مهمتهم الوصول إلى الضحايا أثناء وقوع الحدث في كل محافظة من المحافظات. لم نكتفي بهذا، بإنما تم التخاطب أيضا مع كافة الأطراف الأخرى المسيطرة كما الحوثيين وجماعة صالح المسيطرين على محافظات الشمالية أو محافظات شمال الشمال في صعدة وصنعاء وعمران والمحويت ودمار وغيرها لعملية التسهيل. وربما كما تحتاج اللجنة الدولية لتسهيل من أطراف النزاع للوصول، أيضا اللجنة الوطنية تحتاج لتسهيل للوصول من كافة أطراف النزاع. وباعتقادي هذا هو ربما الضغط المنظمات المجتمع المدني المحلي والدولية في مسألة تعزيز أيضا تواجد اللجنة. أمر آخر، منظمات المجتمع المدني العاملة في تلك المحافظات هي إحدى القنوات وإحدى الأسس والأساليب التي تعتمد عليها اللجنة، إذا لدينا قناة أخرى إضافة إلى القناة الرئيسية المتمثلة أيضا بالمبلغين وذوي الضحايا. إذا لم نقف عاجزين عن مسألة صعوبات الوصول إلى الأرض بالرغم وصولنا إلى نسبة أكثر من 60% إلى الأراضي اليمنية، لكن الوصول الغير مباشر كما نستطيع أن نقول بأنها لكافة محافظات اليمن التي تقع فيها انتهاكات جسيمة نمطية ثابتة الهدف منها عملية المساس بحقوق الإنسان والإضرار بالمدنيين. نعم، إذن أستاذ فؤاد أظن كان توضيح الأستاذ أشرق تفصيلي فيما يتعلق بآليات عمل اللجنة الوطنية وأيضا حول الحالة التي ذكرتها، هل لا زالت لديك نفس القناعات بشأن اللجنة الوطنية بعد كل هذه المسوغات التي طرحتها الأستاذ أشرق فيما يتعلق بأداء اللجنة وقدرتها على التحرك؟ نعم، بكثير من الملاحظات. سأبدأ من آخرها. أولا عندما قالت الأستاذ أشرق بأنها يعني اللجنة الوطنية غطت 60% بمعنى الأراضي التي هي تحت سيطرة الشرعية، نحن عندما نتحدث هنا نتحدث عن الضحايا، نتحدث عن ضحايا الحرب بشكل عام، ليس فقط لكنها تحدثت عن قدرة اللجنة على الوصول إلى جميع المحافظات عبر أكثر من آلية هي سردتها قبل قليل. نعم، لكن هل مثلا تم توثيق ورصد والتحقيق مثلا في الدعاوي التي تتعلق مثلا في الجرائم أو مثلا في الأهداف في الضحايا المدنيين الذين استهدفوا مثلا في طائرات التحالف؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، عندما قالت الأستاذة بأنها وسعت نطاق الاستماع، هل مثلا الأستاذة أو اللجنة الوطنية الموجودة في داخل تعز أو مثلا في داخل عدن أو مثلا في داخل مأرب، هل مثلا لو عدنا إلى موضوع حالة الباب الكبير والرباشة، هل استطاعت اللجنة أن تصل إلى الطرف الآخر؟ هل استطاعت أن تحقق بنوعية المخلوقات التي موجودة للطرف الآخر؟ هل استطاعت أن تذهب إليهم؟ هذه الآليات أشياء فنية مادية لا تستطيع إلا لجنة دولية محايدة تحوز على رضا الطرفين، قناعة الطرفين لدخولها، تحتاج إلى موافقة سياسية ابتداء لدخولها من أجل أن يكون التحقيق أكثر نزاهة. هذا هو التحفظ. ما أريده هنا أنه من الصعب فعلا أن يكون هناك تحييد لملف حقوق الإنسان عن الجانب السياسي، لكن نحاول قدر الاستطاعة أن نفصل هذا الجانب بحيث أن يكون هناك رضا. الشيء الآخر، السبب التحفظ هو غالبا تحفظ سياسي، تحفظ اللجنة الوطنية والحكومة الشرعية هو تحفظ خوفا من أن يكون هناك اتهام للتحالف ويكون هناك نوع من المسؤولية. يعني إجمالا التقارير المتعلقة بمفوضية حقوق الإنسان هي ليست كالتقارير التي تأتي من مجلس الأمن، بمعنى أن قيمتها القانونية هي قيمة يعني ليست لها قيمة قانونية ملزمة على الأطراف، ما عدا ذلك الجانب المتعلق بأنه الطرف سيشعر بالعار، يعني الدولة أو الطرف الآخر سيكون هناك نوع من الإدانة القانونية والإدانة الأخلاقية
لهذا الطرف. كيف ليس لديها يعني صفة إلزامية وهي مشكلة بقرار جمهوري من رئيس جمهوري من رئيس جمهورية شرعي ومعززة أيضا بتوصية مجلس حقوق الإنسان؟ وأيضا هنا أتحول من جديد إلى الأستاذة إشراق المقطري وأنقل لك بعض تساؤلات الأستاذ فؤاد. هو تحدث إذن عن الضحايا في الطرف الآخر، تحدثت أنت عن تفاصيل قدرة اللجنة الوصول إلى الضحايا في المناطق التي هي تحت سيطرة السلطة الشرعية، ماذا إذن عن الضحايا في الطرف الآخر؟ هل ورد في تقرير اللجنة الوطنية خلال العام الماضي تفاصيل عن ضحايا ضربات التحالف في المحافظة الأخرى، وكيف استطعتم أن تصلوا إليهم وتتحققوا من التفاصيل التي وردت على لسان الأستاذ فؤاد؟ كما ذكرت أعود وأطلب سواء من الأستاذ فؤاد أو البقية بعملية الإطلاع الأكثر على يوميات عمل اللجنة بشكل عام. بخصوص النوع الانتهاكات التي ترصدها أو تحقق فيها اللجنة، اللجنة تحقق في كافة الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية من كافة الأطراف من أي طرف كان وكافة تلك الانتهاكات. بالتالي ذكر بأن هل ممكن أو قمنا بعملية التحقيق؟ بالفعل قمنا بعملية التحقيق في ادعاءات انتهاكات قام فيها أيضا الطيران. بدأنا في عملية التحقيق، تم أيضا عمل مذكرات تخاطب أو مخاطبة بناء على توضيحات التي تمت من التحقيقات، تم التواصل أيضا وعمل مذكرات مخاطبة، كما تم مخاطبة الحوثيين، تم مخاطبة أيضا التحالف العربي. أمر آخر، الانتهاكات الأخرى أيضا المختلفة التي تتقع في نطاق الحوثيين وجماعة صالح في صنعاء، تفجير المنازل، تجنيد الأطفال، كل هذه الأشكال يتم أيضا التحقيق فيها. وبالتالي نحن لا ننظر للتضاف أو كما ذكرنا للمنتهك بقدر ما ننظر للضحية الذي هو يجب أن يحصل على هذا الإنصاف، يجب أن يحصل على الحماية وتتوقف مثل هذه الانتهاكات. وتعاملنا مع الأطراف هو على خط سواء ومن زاوية واحدة ومن اتجاه واحد. وبالتالي نحن رصدنا وحققنا في الأنواع مختلفة من الانتهاكات التي مورست وأضرت بالمدنيين في عموم اليمن، وبالتالي أنا لا أراه مبررا أو شيئا معيقا بالنسبة لأعمال اللجنة. الأمثلة التي ذكرها الأستاذ بمسألة هل فعلا تم التحقق من نوعية المقذوف، كما ذكرت لدينا أو عملنا بمهنية كبيرة جدا، من يقوم يعني عدد كبير من أعضاء اللجنة هم من أعضاء النيابة ومن القضاة ومن الأكاديميين، إضافة إلى المحامين الذين لديهم خبرة كبيرة ومن أعضاء المجتمع المدني. بالتالي هذا التنوع في أعضاء اللجنة أو في تكوين اللجنة ساعد في عملية أيضا إضافة إلى الاستعانة كما ذكرت بالخبرات العسكرية التي أعطت كثير من التوصيف القانوني لنوعية المقذوف وللمدة أو الفترة أو مكان الإطلاق ومكان الوصول. نعم كما ذكرت على آلية أو طريقة معينة، إنما اعتمدنا على طرق عدة. نعم أستاذ أشراق، لا أدري كان أستاذ فؤاد كأنه لديه مقاطعة في هذا الشأن، يمكنك أن تتدخل أم بمداخلتك. نعم، هي ما قصدته أنه اللجنة حين تكون موجودة أيضا من أحد مهامها أن تقوم بالتحقيق وبالاستماع إلى الأطراف الأخرى. هل تم التحقيق مع من أطلق النار من المقذوفات التي جاءت من جبل أمان على سبيل المثال إذا أخذنا الأمثلة السابقة؟ هل تم مثلا تم الوصول إلى الجهة الأخرى؟ هل تم التحقيق معهم؟ ماذا سيكون دور اللجنة الآن؟ هناك عدم إمكانية لعدم وجود الموثوقية في اللجنة، تبقى في الأخير اللجنة الوطنية هي فقط لجنة محسوبة على طرف معين. الشيء الآخر، هذه القيمة تختلف عندما تكون اللجنة دولية، تكون القيمة القانونية لها على مستوى دولي لن تتوافر عليه في حالة ما إذا كانت اللجنة وطنية بحتة. يعني في الأخير إذا أنت تعود نفس النقطة أستاذ فؤاد، يعني أنت تعود وتكرر بأن الدولة طرف كأنها مثلها الجماعات المسلحة الموجودة على الأرض، الدولة هي معيار هنا. نعم هي مركز قانوني للفصل بغض النظر عن هذا كله، لكن غير ذلك أستاذ فؤاد كانت قد ردت الأستاذ أشراق أيضا فيما يتعلق باللجان الدولية ونزاهتها، وكانت هناك أمثلة
منذ عام في سوريا وفي ليبيا باءت بالفشل. ومع ذلك أترك أيضا الإجابة للأستاذة إشراق، ويبدو يعني من خلال ما طرحتي بأن هناك تغييب عن الرأي العام لحقيقة ما تقوم به اللجنة الوطنية على الأرض يعني، وهنا أسألك أين يمكن أن نجد هذه التقارير حتى يتم الحكم على أداء اللجنة الوطنية بشكل منصف وعادل؟ واضح جدا بأنه كثير من هذا اللغط هو بسبب غياب المعلومة الواضحة عن أداء اللجنة الوطنية. أين نجد هذه التقارير للجنة؟ أين هي منشورة؟ ولماذا لا يتم عمل مؤتمرات صحفية أول بأول حتى نعرف فعلا ما الذي تقوم به هذه اللجنة؟ بالنسبة أنا أعتقد أن الأستاذ فؤاد يدور في نفس الحلقة، لم يأتي بشيء جديد نراه ممكن أن يعطي إفادة أو دفعة بالحديث للأمام. بالنسبة لموضوع أنا أعتقد أنه حاولت اللجنة في الفترة الأخيرة هي من باب الشفافية ومن باب الحق في المعلومة للمواطنين بشكل عام وللضحايا وأيضا للمنظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية معرفة ما تقوم به اللجنة. حاولنا قدر الإمكان في بيانات شهرية توضيح الخطوات التي تقوم في الأرض والميدان، لكن لا يعني هذا بأن فعلا البيانات الشهرية تعطي التوصيف اليومي لما تقوم به اللجنة والجهد الكبير الذي تقوم به أثناء الحرب الذي لا يمكن أن تقوم به أي لجنة أخرى، بأن يتم التحقيق في يعني في أثناء حرب والنزول الميداني إلى كافة المناطق التي حاولنا قدر الإمكان تجاوزها، وهذا ربما ميزة كانت لدى اللجنة الوطنية عبر قناعات الأعضاء وقناعات لا سيما الفرق الميدانية من الراصدين الذين هم بالأساس مدافعين ومناضلين في مجال حقوق الإنسان. الشق الإعلامي باعتقادي جدا مهم، لكن هو أحيانا يكون في عملية التحقيق يعني ذو حدين، فكثيرا ما نحاول بأن يكون الانشغال في عملية التحقيقات وعملية الحصول على نتائج أكثر من الظهور الإعلامي. لكن كما ذكرت كان إضافة للبيانات الشهرية كان إصدار التقرير الأولي الذي أصدرته اللجنة، ووضحت كل الأساليب والمنهجيات التي اعتمدت عليها والخطوات أيضا التي أسستها اللجنة. أيضا أريد أسوان أحدثك أنها لم تكن أو لم يسعى الأعضاء وطاقم اللجنة إلى العملية أن تكون عملية مؤقتة وارتجالية وغير منظمة، إنما تم قبلها وسبقها عملية مؤسسة لهذه المؤسسة التي نرى بأنها جزء من مهمتها تدوين أو القيام ب بناء قاعدة بيانات لكافة الانتهاكات التي طالت اليمنيين منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة. وربما هذا ليس الدور الذي كان ممكن أن تقوم به اللجنة الدولية أو أي لجنة أخرى، مع تقديرنا لأي جهد ممكن أن تقوم به أيضا آليات أخرى. طيب أين نجدها؟ آليات وطنية أخرى. نعم سأشرق. أين نجد هذه المعلومات؟ المدني هو إحدى الآليات الوطنية الغير حكومية أو الغير مؤسسية. نعم أستاذ شرق، هناك أيضا سؤال كبير، أين نجد هذه الأرقام والمعلومات اللي طرحتيها؟ يعني هل لديكم مواقع يمكن أن ندخل عليها ونجد كل هذه التقارير والمعلومات، وما هي آلية تواصل المواطنين معكم؟ بالنسبة لآلية تواصل المواطنين كما ذكرت المقر اللجنة في محافظة عدن، نعم، لكن لديها مقر حاليا في محافظة تعز، ويعتبر هذا المقر أيضا لاستقبال الحالات من محافظات إب والحديدة. آلية أخرى كما ذكرت الراصدين متواجدين في محافظاتهم وفي كافة المديريات، وبالتالي أيضا هم الأقرب إلى معرفة وقوع الانتهاك وهم الأقرب أيضا إلى الضحايا، وبالتالي أيضا باستطاعة المبلغ وباستطاعة الضحية أيضا الوصول إلى هؤلاء الراصدين المحامين والقانونيين. طريقة وآلية أخرى للجنة أيضا موقع موجود ومعروف تمام، هذا الموقع من الممكن أيضا الدخول إليه ومعرفة الآليات التي تتبعها اللجنة والاستمارات وتعبئتها ومسألة الخطوات الأخرى. لدينا أيضا طموح بأن يتم افتتاح فروع أخرى في محافظة مثل محافظات صنعاء ليستطيع المواطنين بعد ذلك الوصول أيضا بشكل أكبر في تلك المناطق. منظمات المجتمع المدني جزء رئيسي أيضا من آلية عمل اللجنة بأن نراها شريك، وبعد ذلك يتم أيضا فحص وفلترة تلك
تلك التقارير، وبالتالي ايضا ممكن ان تكون هي الجهه الموصله، لان البلاغات من يعني من المجدي ان تكون فرديه، لكن ايضا من المسموح ايضا ان تكون ايضا جماعيه وعبر مؤسسات منظمات مجتمع مدني، مهمتها مساله الرصد والتوثيق وايضا مساله التقييم وفتح قنوات اخرى ايضا للمواطنين للوصول لاي اليه اخرى. نعم، نتمنى ان تكون هناك اليات اكثر واسهل، ونحن بدورنا في قناه بلقيس على استعداد لتعميم وتوزيع الاليات لتواصل المواطنين في الداخل وحتى الخارج حول انتهاكات وايصالها لكم. يعني استاذ فؤاد، اذا هناك توضيحات كثيره وردت على لسان الاستاذه اشراق المقتربي بشان اليات عمل اللجنه وامكانيتها للوصول، وهذه ربما كانت المخاوف التي تحدثت انت عنها في هذه الحلقه وايضا في مناسبات سابقه. هل زالت المخاوف التي كنت يعني كانت عائقا امام الترحيب وتشجيع اداء اللجنه الوطنيه الان بعد كل هذا، بعد كل هذه التوضيحات؟ نعم، اللجنه الوطنيه يا استاذتي العزيزه، العمل الحقوقي في اليمن، جميع منظمات حقوق الانسان كشفت لنا هذه الحرب انه عمل مسيس بالدرجه الاولى، هي دكاكين لحقوق الانسان. لا يوجد منظمه واحده في اليمن تستطيعين ان تقولي انها منظمه تشتغل باليه وحرفيه عاليه. مقارنه حتى انظر الى المرصد السوري لحقوق الانسان، المرصد السوري لحقوق الانسان يشتغل بحرفيه عاليه بمسافه من جميع الاطراف، يحظى باحترام الجميع، تقارير له به قيمه دوليه. اعطيني منظمه واحده في اليمن تستطيعين ان تقولي ان تقولي عليها او توصفيها بان عملها على مستوى عالي. وهل اللجان الدوليه غير مسيسه؟ ألم يثبت تورط لجان دولية بتسييس الملفات الحقوقية؟ وقد ذكرنا أمثلة كثيرة، بل أن هناك منظمات دولية كثيرة عاملة في اليمن كانت تقاريرها على الدوام غير حيادية وغير نزيهة. ليست الدولية، هي تقارير أتحدث عن منظمات المجتمع المدني في الداخل. أيضا نقطة أخرى، نعم، وأنا أعيدك إلى النقطة التي أنت كنت يعني دائما تتحدث عنها وهي اللجنة الدولية. أقول لك أن اللجنة الدولية أيضا اللجان الدولية أثبتت عدم نزاهتها في مناسبات كثيرة. اللجان الدولية أصدرت تقارير على مستوى عالي من الكفاءة فيما يتعلق بالحالة السورية، يمكن البحث في الإنترنت وفي مواقع الأمم المتحدة ومنظمة مجلس حقوق الإنسان على كفاءة عالية، لكن ليس من وظيفة هذه اللجان أصلا. هي لا تقيم عدالة، هي لا تقيم، هي فقط تكشف الحقيقة للرأي العام وتستخدم فيما بعد. نحن مقبلون على فترة انتقال سياسي، على فترة من العدالة الانتقالية، سنكون بحاجة ماسة إلى مثل هذه العناصر لكشف هذه الانتهاكات، وبالتالي ستكون هذه التقارير الدولية ذات قيمة أرفع من قيمة التقارير الوطنية. لاحظي يا أختي أن هناك فجوة ما بين ما ينشر من التقارير، ما بين ما تنشره هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مثلا وكثير من المنظمات، ومع ما تنشره مثلا اللجنة الوطنية. أنا اطلعت على بعض التقارير، هناك فجوة، هناك هذه الفجوة قد تستغل لاتهام اللجنة الوطنية بأنها هناك نوع من الانتقائية فيما تمارسه من أعمال. لا يوجد في العمل الحقوقي في اليمن، جميع المنظمات المجتمع المدني ودكاكين حقوق الإنسان في اليمن لا تتوفر على الآليات والخبرات والميكانيزمات الكافية لكي تمارس عملها في مجال حقوق الإنسان. نعم، ولذلك ربما كانت توصية مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة برفض اللجنة الوطنية بالاستشارة الفنية والتقنية لتعزيز أدائها المهني. أستاذ أشرق، سؤال أخير، ماذا بعد الرصد والتوثيق ضمن أداء عملكم كلجنة؟ يعني الكثير يتحدث بأن اللجنة تحولت إلى منظمة حقوقية محلية مثلها مثل المنظمات والمبادرات المحلية، ترصد وتوثق الانتهاكات، بينما دور المناط بهذه اللجنة أكبر بكثير من ذلك. يعني ربما عليكم دور تحقيق في هذه الانتهاكات ومن ثم إصدار أحكام بشأنها. عزيزتي، ربما الهدف الرئيسي لعمل اللجنة هو عملية التحقيق وليس الرصد والتوثيق، لكن لا يمكن أن يتم عملية التحقيق إلا بمرحلة أولية وهي جمع البيانات والمعلومات من الأرض عبر مهنيين وبطرق آلية جدا متقدمة. بالتالي الهدف والذي يتم حاليا هو مسألة التحقيقات والخروج بعد ذلك بقائمة متسببين، بتحديد قائمة للمتسببين وقائمة ضحايا. وكما ذكرت، من ضمن أيضا أهداف هذه اللجنة بأن يكون لدى
المواطنين ملفات قانونية مكتملة من الممكن أن يستفاد منها، ويمكن أيضا أن تكون مرجعية أيضا لأي عملية تقاضي مستقبلية. اللجنة أيضا أثناء عملية التحقيق أو بنتائج عملية التحقيق وتوضيحها تحرص على تقديم أيضا توصيات مباشرة للأطراف المتسببين، تضمن أو تكفل عملية الحد من تلك الانتهاكات وتوقفها وعدم تكرارها في المستقبل. لهذا لا يمكن أن نشبه أو نقارب بين عمل منظمة المجتمع المدني المحلية مع تقديرنا لدورها، وبالرغم من أتحدث عنه الأستاذ من أنها الفكرة. نعم أستاذ مسيسة ومتنوعة، لكن اللجنة تقوم بعملية الفلترة لتلك التقارير وللدور بأنها هذه عبارة عن شركاء أساسا في أضلع حقوق الإنسان. لكن كما ذكرت عمل اللجنة مختلف تماما مع منظمات المجتمع المدني. اللجنة نعم هي عبارة عن مؤسسة ليست قضائية، ولكنها تعمل بأدوات قضائية عبر سواء الخطوات عبر تتبع. نعم، ونحن بدورنا نأمل أستاذ أشراق المقطري أن تكون فعلا اللجنة الوطنية محل تطلع كل اليمنيين والضحايا تحديدا. نعم أستاذ أشراق، نتمنى أن تكون أن يكون أداء هذه اللجنة بمستوى وطني ومهني عالي وبمستوى حجم التضحيات لجميع الضحايا من جميع الأطراف في كل مكان في اليمن. أشكر جزيل الشكر أستاذ أشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. كما أشكر أستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون الدولي كان معنا أيضا عبر سكايب من فرنسا. أشكركم أعزائي المشاهدين في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء، تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.